انضموا لنا من جديد في هذه الساعة الرابعة والأخيرة. وهلا والله وسهلا فيك كابتن محمد عباس، كيف صحتك يا حبيبي؟ شكرا انك جلست معنا في الهولد واخذنا من طلابك الوقت الثمين هذا. الثلاث دقائق تقريبا حبيبي. صباح الياسمين. ولا يهمك. نستكمل الموضوع، الفرق بين التاي تشي واليوغا. طب بس أوكي. قبلها بس نبغى نحط هذا الصوت. ها خليك فت. يلا تفضل يا حبيبي. مخرج مخرج تفضل. لا حركات ما يحتاج. طيب قلنا التاي تشي صيني واليوغا هندي. طيب وكلمنا عن بعض الفروق. الآن الفرق الثالث والرئيسي والأخير، التاي تشي دراس دايناميك. دايناميك حركي، يعني حتى يسموه تأمل الحركي. انت بتتأمل وانت بتتحرك جالس، حركات على طول تقريبا دائرية او شبه دائرية. ما في توقف في التاي تشي، يعني ما في مثلا توقف كده شوية وتروح تنتقل لحركة اخرى، كلها حركات متسلسلة في سلسلة كاملة التاي تشي. اما اليوغا ستاتيك، فيها حركات فيها تثبيت او ثبات، تثبت في وضعية ممكن تنتقل للوضعية اللي بعدها. وبعدين في التاي تشي انت ما انت محتاج ادوات، بينما في اليوغا ممكن تحتاج ادوات زي اليوغا بلوكس اللي انت ممكن تسند عليه عشان تسوي بعض الحركات او بعض تمارين الاطاله. هذا الفرق بين الاثنين. وطبعا هم الاثنين رياضات جيده جدا للصحه العامه، والاثنين فيهم امان يعني. بس اليوغا ممكن يكون فيها بعض الوضعيات، يعني واحد يكون فيها لازم يكون منتبه لانه ممكن احتمال اصابات وارد، لكن التاي تشي احتمال اصابات فيها اقل بكثير من اليوغا. فالرياضتين الاثنين بيكملوا بعض. لو تبغى نصيحتي، مارس الاثنين مع بعض. طبعا صعب انك او مستحيل انك تقريبا تدمج الاثنين مع بعض، ما تقدر تدخل تاي تشي مع يوغا، نوعا ما صعبه يعني. ما في الى الان مدرسه مثلا تدمج الاثنين مع بعض، ولكن حلو الواحد مثلا يبدا بتمارين يوغا بعدين اسوي تاي تشي او العكس، يعني الرياضتين الاثنين حلوين يكملوا بعض. جميل كابتن، ابغى اسالك بس سؤال اخير ممكن، اللي هو عن لو انا لعبت مثلا تاي تشي او لعبت اللي هو التاي والتشي، صح؟ ايوه تاي تشي. ايوه تاي تشي. لو انا لعبتها لمدة ساعة كم اخسر سعر حرارية؟ معلي هذا السؤال التجاري، انا اسف بس يعني نفسي اعرف كم اخسر. ممكن 400 سعر حرارية ممكن؟ والله شوف، ممكن 400 ممكن اقل. في التاي تشي ما في حرك كثير، لكن التاي تشي اكثر من مدرسه في راس. حتى يعني في مدرسه تليان، في اكثر من مدرسه، في مدارس في التاي تشي بيكون صعبه شويه. الستاند حق بيكون مره تحت، كما تنزل من حركه لحركه تنزل تحت، فبيحمل كثير قدره عضليه جامده على عضلات الرجول، بتنزل تحت وتطلع ثاني، هذه صعبه حتحرك فيها تلقص ممكن 400. بس التاي تشي هو فورم عبارة عن ستيبس يا فراس، يعني انت ما تقدر تقول مثلا ساعة كاملة انت تمارس التاي تشي. ممكن الفورم الواحد اللي هو 24 خطوة يخلصه في 6 دقائق. التاي تشي ما يركز جدا على حرق السعرات الحرارية قد ما هو يركز على التنفس والتناسق الحركي اللي انت بتسويه وانت بتتحرك. هو يركز على صحة المفاصل، على صحة الاوتار، على الصحة النفسية للانسان اكثر من هو يركز على الكالوريز. اللي يبغى يحرق كالوريز ممكن يحرقها في اليوغا اكثر، او يسوي تمارين كارديو فاسكولار اللي هي فيها هرولة، فيها سباحة، فيها اليبتيكال الجهاز البيضاوي ده اللي سوينا مرة عنه حلقة. نعم كابتن، معليش والله في اسئله كثيره يا اخي، معليش استحملني. بس انه لو واحد من المستمعين حب الفكره كلها حق التاي تشي، ايش لازم يكون؟ يعني هل لازم يكون اوكي ان شاء الله يكون سليم متعافى، عنده ربو ما ينفع مثلا كذا يتواصل معاه، كيف ايش لازم يكون؟ اذا عنده ربو التاي تشي يناسبه. لو عنده مثلا يعني في بعض الابحاث والدراسات، احنا سوينا مره حلقه كامله عن التاي تشي اثبتت انه هي بتساعد حتى اللي عنده المرضى الربو، بتساعدهم على ان هم يصيروا عندهم ريكفري ويتحسن ادائهم. تخيل يا فراس في المانيا بيعطوا، لا انت الان في شركه التامين، شركات تامين، التامين الصحي ايوه، بيعطوا دورات في التاي تشي مجانا للمشتركين عندهم. يعني شركه التامين بعطيك انت فراس دوره تاي تشي مجانا، عشان ايش؟ انا هتفهلك عشان تاخذ دوره تاي تشي، عشان انت ما تروح كل شويه تاخذ ادويه وتنكبني في التامين الصحي. تخيل من كثر ما التاي تشي اثروا عليه دراسات اثبت انه هو فعلا بيحصن الصحه العامه، بالذات لكبار السن اللي ممكن يستهلكوا كثير من الادويه والزيارات للمستشفيات. التاي تشي بالنسبه لهم علاج. طب كابتن انت تدرب، ها انت تدرب تاي تشي صح من الاخر كده؟ انا متدرب تاي تشي، ادرب يوغا لكن متدرب تاي تشي صراحه. عجبتني جدا الرياضه اكثر من رائعه.
طب اذا اي احد يبغى يسالك عن شيء يروح لبروسلي 500 صح؟ بس ممكن تعمل ايوه على انستغرام بروسلي 500 بروسلي. وفي في مدربين تاي تشي في مدربين يوغا في ان شاء الله يعني ندلهم فين يروحوا ان شاء الله اذا يبغوا يجربوا هذه الرياضات الحلوه. جميل جميل ما شاء الله عليك بالتوفيق. وانا شايف انا اشوف حسابك دائما انت بتعمل اللي هي الرجوع الخلفي هذا ورجولك على الارض ويدينك على الارض بس من الخلف كذا. هذه الحركه هذه تاي تشي يا كابتن اللي دائما تسويها؟ لا فتحت رجلي فوق اللي الا فوق كذا تفتحها الا اتذكر بعدين ترجع ظهرك ورا ترجع ظهرك ورا برا. هذه يوغا. اي حاجه يوغا اطاله ايوه اذا فيها شيء اطاله كثير هذا يوغا. اليوغا تركز اكثر على الاطاله والتحمل العضلي. طب كابتن انا تعرف يا اخي انا ما ابغى اطول عليك خلاص اتوكل على الله بس ان شاء الله الحلقه الجايه نبغى نتكلم عن واحده من الرياضات اللي كانك بتعمل كاراتيه بس بترقص في نفس الوقت عارف هذه زومبا مو زومبا لا 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 ابدا اللي هي كذا ثيابيه تايبو اظن تايبو كارد كيك بوكسين اظن تايبو نسوي لك اي ذا تايبو نسوي مش رقص هي كارد هي فيها ميوزك زي كانوا في كانه تتحرك انت بعد الميوزك تعمل بانشز وكيكس ومطاط وزي كذا بالضبط وكانها تايبو اللي هي كانك بترقص بريك دانس عارفها فيها من البريك دانس والله جد يا كابتن مره رهيبه شفتها ذاك اليوم العربيه يلا والله يفشل احد يلا تمشي كابتن سلام يا حبيبي باي باي يلا تايبو ها يلا يا فراس تايبو ماجد